السلام عليكم حبايبي. طبعا اليوم احنا بفيديو جديد. هواي اصدقائي يقولوا لي سوق الدراجات وين يوقع؟ وين يوقع يعني وين يكون في اربيل؟ طبعا اول بداية لما الكل يندل هذا المكان، اول شيء احنا واقفين فيه هاي الساعة، وكذلك هاي القلعة من الساحة الكبيرة والطيور والحمامات ما شاء الله، وهاي المنارة وهاي الساعة يعني طبعا حبايبي هاي الساعة اللي هاي القلعة الساحة ومكان النافورات. هاي الساعة راح تطلع عدن علامة التاكسي. شوف بازار نشتي مالنا والداون تاون تعبره، هذا الفرع ما شيخ الله، هذا الفرع الاول وهذا الفرع الثاني. بعدين سوق الدراجات وين يوقع بالضبط؟ هذا الفرع الاول ما شيخ الله، هذا اللي يصير بيه هوسه هوايه جدا، ما راح تاخذه، راح تاخذ الفرع اللي بجنبه. الفرع اللي بجنبه هذا الفرع تروح عدل على ايدك اليسار يوقع سوق الدراجات، مو فرع الاول ولا الثاني، التقاطع الرابع. التقاطع الرابع طب على ايدك اليسار حتشوف كلها دراجات ناريه، وهسه راح نوصل لها واسوي لكم تقرير كامل عليها ان شاء الله. طبعا اجي فرع هذا الفرع الثاني، شوفوا هذا الفرع من مو هذا هنا كله الجمله يبيع جمل، هذا الفرع من مو هو الفرع الثالث همنا تروح بعد، واضح مو فرع المواليدات اللي هو هذا الصاير، مو هذا الفرع، لا هذا الفرع اللي صاير، وهذا سوق الدراجات، هذا هو سوق الدراجات. طبعا هذا هو سوق الدراجات، ما كل محلات دراجات، مو قلت لكم فرع كامل تجي، هذا هو دراجات نارية وبايسكلات وشي تريد موجودة هنا. هذا محل استاذ عبد الله او كاك عبد الله يسمى، هذا اللي انا دائما اخذ دراجات كل اشياء منه من هالمحل. واو واو المحل. هاي الدراجات الزينة باع دراجة السباق، باع دراجة الهجي جبلي، اصلا طق من الاسعار وكل شيء من وياه. طبعا هاي الدراجة روك رايدر، طبعا غني عن التعريف مال رحلات وكلش حلوة، سعرها 280 دولار. عندك السباق سعرها 400 دولار طبعا، وشوي ساعدهم يا استاذ عبد الله. وهاي كلها دراجات، طبعا هاي دراجتي يعني ست اوراق، هاي الحلال الجديد 600 دولار. طبعا دراجة كوبية غنية عن التعريف، ان شاء الله راح اسوي حلقة كاملة عليها، يعني هاي تستاهل فلو كامل. وهاي الثانية من هاي بسعرها 4.5 اوراق، بس ما عجبني بيها هذا الاستيرنج، يعني انا ما احب هذا المقود، انا استخدم المقود العادي المستقيم. طبعا المواصفات مالها نبذة سريعة، لايتات شحن عندك، هذول قفل، هذا القفل مال دبل يفتح ويقفل، باه هذا قفل هذا فتح على مدى الطرقات، والدبل غاز طبعا قفل يفتح ويقفل. عندك البريكات كلها دهن، باه كلها بريك يعني دهن اصطاد. عندك دينامو، تايرات، شوال، نبذة سريعة ايش. الحجم 28، هذا قياس ميديوم، وهذا اللارج، هذا اللارج مال 28 وهذا الميديوم، يختلف الوزن والوزن جدا خفيف. راح اخلي لكم العنوان موجود، راح اخلي لكم رقم همينه بالوصف، رقم التليفون وجميع المعلومات راح اخليها لكم، واخلي صفحتي اي شخص يريد يتواصل معي مو ماكو مشكلة. عجيبة جدا جدا عجيبة. طبعا
طبعاً هنا من كل الدراجات نارية، دراجات نارية نارية نارية، كل أنواع الدراجات النارية موجودة هنا. صيني، ياباني، بطحات، شو تريدون هنا موجود. اكسسوارات، دراجات، بطحات، ما شاء الله. تقريبا واخذ لي دراجة هيك صراحة كلش حلوة.